السلام عليكم الإخوان، كيف الحال؟ بخير، كل شيء مزيان. عفاكم، غير بغيت نستشر معكم، حيث كما كتعرفوا يوميا كنسجل لكم لي فيديو، ولكن إذا كان ممكن باش اليوم إن شاء الله عوض لا نسجل لكم أنتم فيديو، يعني هاد الوقيتة هادي نسجل فيها لا فيديو للناس ديال لافاك اللي عندهم ليكزام في الأخر ديال شهر 12 تقريبا. اذا الى سمحتوا عفاكم باش نسجل لهم واحد لا فيديو، حيت كما كتعرفوا انا كتكون عندي غير هاد الوقيته ديال الليل، يعني هاد الوقيته ديال الليل اما نسجل فيها فيديو للناس ديال لافاك ولا ليكم انتم الناس ديال البكالوريا. ولكن كما قلت لكم، حيت هما قريب عندهم الاكزام، غنستغل اليوم باش نشرح لهم ان شاء الله واحد الفقره اللي كيلقاو فيها مشكل، وحتى هما من حقهم يفهموا ان شاء الله الا سمحتوا بطبيعه الحال، الا سمحتوا، حيت هادشي من حقكم انتم. الواتساب كيف تكون سا المعاناة مع كثرة المساجات للأسف. معليش والله هما اليونين اصلا، حنايا بالنسبه لكاع الدروس المشروحين وكاينين بزاف ديال التمارين، خصنا غير تمارين في المتتاليات. استاذ الصراحه بالنسبه لي ما عنديش مشكل، بحكم انهم عندهم امتحان قريب، فما عنديش مشكل صراحة، لكن غير نهار ما غادي يدي ما غادي يجي، دونك هادشي اللي كاين.
اختك يا استاذ اللي بالك مزيان ديروها، احنا على اي حال موافقين على كل شيء. مرحبا استاذ، كل شيء استفدت، ماشي مشكل.